بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نطلع مع حضراتكم النهاردة لطلبة الدراسات العليا بكلية تمريض جامعة المنصورة. إزاي تعرف تعمل نشر للبيبر بتاعتك أو البحث بتاعك على كلية تمريض جامعة المنصورة؟ على جوجل عادي، تمام. هتبدأ تطلع لك منصورة نيرسينج جورنال، هتضغط عليها، تمام، اوكي. هيطلع لك واجهة الكلية، واجهة ايه مكتوبة اهوت منصورة نيرسينج جورنال، ودي جورنال بتاع المنصورة، تمام، مكتوب عليه كل حاجة، تمام. طيب انا لو انا بس هو داخل عشان خاطر اعمل حاجة اسمها سبميت للايه، سبميت مانيوسكريبت، ده يعني ازاي ارفع على الكلية. اوكي، طبعا هضغط دلوقتي على سبميت مانوسكريبت، هيطلع لي حاجتين اتنين. هيطلع لك اذا انت مسجل قبل كده، تمام، على الكلية، على الجورنال ده منصورة نيرسينج جورنال، هيطلع لك ايه، هيطلع لك يا اما تكتب الباسورد بتاعتك، اليوزر نيم والباسورد بتاعك. اوكي، طيب افرض ان انا لسه جديد، ما ليش اصلا اي حاجة، يعني انا ماليش اي حساب على الجورنال ده، فهكتب على، هضغط على كلمة ايه، ريجستر دي. اوكي، فيلا نضغط عليها، هبدأ ادخل عليها، هيطلع لك ملف كده، تمام، تكتب فيه كل حاجة، تمام. طيب اكتر حاجات مهمة جدا لازم تكتبها الحاجة اللي متعلم عليها اي علامة حمراء اللي هي دي، تمام، دي كل الكلام ده. طيب فانا دلوقتي التايتل بتاعك انت اسمك ايه، اوكي، او ايه، انا هكتب مثلا دكتور، بروفيسور، اي حاجه، دكتور، اوكي. فيرست نيم بتاعي اسمه ابتسام، انا هكتب ايه اسم ابتسام بس عشان انا كاتباه قبل كده فهو طلع، كتبت ايه، طلع معايا ابتسام. الميدل نيم ابويا اسمه هاشم، لاست نيم زاهر، ابتسام هاشم عثمان زاهر، ممكن تطلع زاهر على طول. الديجري بتاعتي ممكن تكتب البي اتش دي، دي اعلى حاجه، او الام دي، او الماستر ديجري، او الكلام ده كله، ممكن تكتب اذرز، اي حاجه، ممكن تكتب بكالوريوس، اي حاجه اللي انت عايز تكتبه اكتبه، تمام. طيب بعد كده البوزيشن بتاعك ايه، تمام، بروفيسور ولا اسيستنت بروفيسور ولا اذر، اوكي. بعد كده بتكمل عادي سبيسيفيك فيلد اوف ذا ستادي، اول حاجه الاول السبيشاليتي بتاعتك، انت في قسم ايه، تمام. هتكتب كريتيكال رقم، او تكتب حاجة الهوم بيج بتاعك، طبعا انا مش عارفة هوم بيج، نعمل علامة كده. السيتي بتاعتك انا مثلا كاتبة متغامر او المنصورة او اي، تمام. البوست الكود مش عارفة، تمام. يعني اهم حاجة الحاجات اللي هي ايه، اللي هي انا هنا الافليشن دي بتكتب الديبارتمنت بتاعك، يعني مثلا ايه، الومنز هيلث اند ديليفري فاكولتي اوف نيرسينج منصوره يونيفرسيتي، تمام كده. وبعدين ممكن نكتب كده، فاكولتي اوف نيرسينج منصوره يونيفرسيتي، تمام، طلع معاك خلاص كده. الاوركيد بتاعك مش مهم. الايميل ادرس بتاعي ابتسام عثمان نيرسينج، ابتسام عثمان، كونفيرم الايميل برضو ابتسام عثمان، تمام. اليوزر نيم بتاعك عثمان 987، افيلابل المهم الترناتيف ايميل ادرس، انت ممكن تحط هنا برضو الايميل باي ايميل ممكن يجيلك، تمام. بعد كده الكومنتس، لو انت عندك اي كومنتس عايز تضيفها، بعد كده تحط ايه، تحط ال ده يعني ده بيبعت لك كده عشان يعرف ان انت
مش كمبيوتر او حاجة، فبيبدأ يقول لك ايه اكتب الحاجات دي، فانت بتكتبها. شوف اللي انت شايفه قدامك بتكتبه، او لو انت عايز تعمل ريست تاني، ريست مش عاجبه الارقام دي مش واضحة بتاع، فبتضغط من العلامة اللي في الجنب دي. تمام، وكتبت كلمة سيف. انا عندي هنا تحصل مشكلة. ايه المشكلة اللي عندي؟ انت بس هتعمل كل الخطوات دي، قال لك ان انت عندك في ايرور هنا، في مشكلة. This email address already exists. قال لك ان الايميل ادرس ده هو فعلا موجود بالفعل، ما ينفعش تدخليه تاني. طيب if you forget your password، لو انت عايز الباسورد انت نسيته فاضغط هنا كليك هير. فنضغط كليك هير عشان هم هيبداوا يعملوا لي ايه، يبداوا يبعتوا لي الباسورد بتاعتي على الايميل. فالايميل ادرس بتاعي بيقول لي اكتبوا الايميل ادرس بتاعك، فكتبت لهم ابتسام عثمان على الجيميل، وبعد كده قلت لهم سنت. تمام، هيبداوا هم يعملوا ايه بقى؟ بتؤدي الى رجوع ليه طبعا. تمام، هيبداوا هم المفروض ان هو لما اكتب لهم الايميل يبعتولي. تمام، انا قلت لهم اهو سنت. تمام، هيبداوا طلعت معايا الصفحه دي، هيبداوا ايه بليز تشيك يور ايميل اند كليك اون ريسيت باسورد لينك تو ريسيف نيو باسورد. تمام، فالمفروض ان انا هدخل على الايميل بتاعي، المفروض ان هم هيبعتولي ايميل تاني. تدخل على الجيميل عادي بتاعك وتبدا تشوف الرسائل اللي جايه لك. تمام، فريست الباسورد بتاعتي، فقال لي ابتسام هاشم كليك بلو تو ريست يور باسورد، اهو ضغط عشان اعمل ايه ريست باسورد. ده لو كان فعلا اوكي عندك. تمام، عندك ايميل نيو باسورد سنت تو يور ايميل ادرس سكسسفولي، يعني انت دلوقتي خلاص ال دي جت عندك. اوكي، الباسورد بتاعتك بعتناها لك على الايميل. طيب المهم ده كله، انت الخطوات بتاعت الريجستريشن اللي هي في الاول الريجستر، بتبدا تعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها. هو مش هيعمل لك ان انت عندك ايميل قبل كده، او ان انت عندك اكونت على المنصوره نيرسن جورنال قبل كده، فهتبدا تدخل معاه بمانيوسكريبت اللي هو سبميت مانيوسكريبت. اوكي، طيب اللهم صل على رسول الله. هو المفروض ان هو بعت لي باسورد على الايميل، فانا هشوف الايه الباسورد وارجع لحضراتكم تاني. طيب اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي خلاص عملنا ريجستريشن من كلمة ريجستر، ريجستر دي، وعملت كل حاجة، وعملت في الاخر هو سيف. تمام، وبعد كده طلع ان انت لك باسورد ولك ايه، يعني حطيت الايميل بتاعك وحطيت اليوزر نيم بتاعك وحطيت كل الكلام ده كله. نبدأ ندخل على سبميت مانيوسكريبت. الكلمة دي سبميت مانيوسكريبت هيبدا يقول لك ايه بقى، هيبدا يقول لك قول لي اليوزر نيم اللي انت لسه عامله، يعني هيبدا يقول لك دلوقتي اليوزر نيم بتاعك هو ايه والباسورد بتاعك هو ايه. اوكي، فهنبدا دلوقتي، هبدا ان انا هوقف دقيقه بس، احط اليوزر نيم بتاعي والباسورد واعمل لوجن، وبعد كده نكمل مع بعض. اوكي، هوقف بعد اذنكم دقيقه. طيب اللهم صل على رسول الله. انا لما حطيت سبحان الله اليوزر نيم بتاعي والباسورد بدات طلعت لي الصفحه دي. اوكي، تعالوا بس نشوف الصفحه دي طلع ايه بقى. طلع قاموا كاتبين اسمي بقى ليا اسمي دلوقتي باليوزر نيم بتاعي ويلكم ابتسام هاشم عثمان زاهر. وسواء لو انت عايزه تخلصي كل حاجتك وعايزه تعملي لوج اوت، يعني لوج اوت اوكي راحتك. لو انا مش عايزه كده خالص، هو اصلا قبل ما يطلع الاسم ده تمام كنا ممكن نلاقي هنا لوج ان، كلمه لوج ان، يعني احنا كنا ممكن نلاقي هنا كلمه لوج ان. يعني دلوقتي لو طلعنا خالص تمام، تعالوا نكتب لوج اوت. تمام، وهبدا من الاول تاني كاني لسه داخله، بس انا عارف معايا الايميل بتاعي والباسورد بتاعتي. هكتب سبميت مانيوسكريبت. تمام، هيبدا ممكن هنا يبدا على النقطه دي اهي لوج ان. اوكي، فانا ممكن اعمل لوج ان، اضغط على كلمه لوج ان، هيبدا يطلع لي مين، هيبدا يطلع لي اليوزر نيم والباسورد بتاعي. فانا دلوقتي هبدا اعمل ايه، هبدا احط اليوزر نيم والباسورد بتاعتي واقوم عثمان 987. تمام، وادي الباسورد بتاعتي،
محفوظة خلاص، وهعمل كلمة لوجن. تمام، انا دلوقتي اول ما اعمل لوجن يطلع لي ويلكم ابتسام، ايه ابتسام هاشم عثمان، يعني هو خلاص عرفني دلوقتي، بقيت انا مسجلة على هذه على هذا جورنال باسم ابتسام هاشم عثمان. طب انت عايزة ايه يا ابتسام؟ انا عايزة اعمل سبميت مانيوسكريبت. نبدأ بقى بعد كده في خطوات ان احنا ازاي نعمل من ايه رفع الملف معين، وايه الحاجات المهمة بالنسبة له. اوكي، طيب اول حاجة سبميت مانيوسكريبت، نيو مانيوسكريبت. تمام، يبقى انت عندك كذا حاجة. يبقى اول حاجة انت عايز تعمل ايه اللي هو من لو رجعنا تاني، انت عايز ترفع ايه ورقة جديدة او البحث بتاعك. اول حاجة هيطلع لك ايه شوية خطوات، كل شوية يقول لك نيكست نيكست نيكست. لازم ان انت تعمل ايه واحدة واحدة، سيلكت ايه هتعمل ايه اوريجينال ارتكل، وبعدين تعمل نيكست. تمام، هيبدأ بقى يطلع لك شوية حاجات كده غريبة الشكل. يجي يقول لك ايه، قول الفول تايتل بتاعك، التايتل بتاع ايه، التايتل بتاع البيبر بتاعتك. تمام، طيب والرننج هيبقى نفس الايه التايتل. تمام، وتعمل له كلمة نيكست. طيب هيبدا يعمل لك يقول لك ايه الايميل ادرس بتاعك، احنا على الشمال اهو قادر اللي هو اد او ريموف الاسرز بتاعتك، شايفين يا جماعه كل حاجه على الشمال هنعملها هتبدا تدي علامه. تمام، يعني احنا دلوقتي اهو دي بدات علامه صح. اوكي، هيطلع لك علامه صح ودي علامه صح. إيه انت دلوقتي انت في مرحله ايه دلوقتي؟ لما ما يتلاقي ما فيش علامه كده او علامه السهم، دي معناها ان انت لسه بتملى في الحاجات دي. تعالوا نشوف كده اهو، يعني علامه السهم دي معناها ان انت لازم تخلص دي، لازم الايميل ادرس بتاعك ادام قدامه علامه حمراء يبقى لازم دي. هي سبحان الله، هو ده لازم هتملى لك وللمشرفين، خد بالك يعني انت دلوقتي هتملى لك وللمشرفين. تمام، عشان يطلع لك تحت، شايفين بصوا بصوا، عشان انا دي بتاعتي ومتسجله باسمي، فطلع لي ابتسام هاش عثمان زي بترتيبه معينه هم مرتبينها. طيب تعالوا بقى نكتب كده مثلا اي علامه حمراء، زي ما بقول لحضراتكم اي حاجه حمراء اللي اتعلمتوا، اي حاجه حمراء لازم ان احنا لازم ان احنا نملاها. طيب ايميل ادرس انت عايز تحط مين تاني؟ انت عايز تحط دكاتره معايا. تمام كده، فانا ممكن احط اسم مثلا اسم حد تاني، ماشي، بس انا حاطه الباسورد. طيب التايتل بتاعه، تمام، هو دكتور ولا هو بروف ولا ايه بالظبط؟ تمام، طيب ده هو اصلا اول ما تحط سبحان الله الايميل بيطلع لك ان هو ايه بالظبط واسمه ايه وبتاع تمام. انا مثلا بي اتش دي، تمام ان شاء الله، اسيستنت بروفيسور ولا ايه بالظبط؟ طلع اسيستنت بروفيسور 100 100. الفون بتاعي رقمي، هتلاقي رقم بقى تحط رقمك وكل حاجه فيطلع لك اي رقم. طيب انا طلع رقمي. تمام، انت بتكتبي، يعني انت بتكتب بس عشان انا مسجلاه فكل حاجه مكتوب من المنصوره واوبي نيرسنج. وتمام، وتكتب كلمه ايه سيف اوسر. انا كتبت سيف اوسر، بس هو المفروض ان انا ما اكتبش نفسي تاني، يعني عشان يطلع الدكاتره تانيين. تعالوا ما نكتب اسم الدكتور تاني ولا حاجه. تمام، اي دكتور، يعني هو المفروض ان هو يعني يطلع ايميل، يعني مثلا هنستعين بايميل الدكتوره. تمام، مش عارفه يا ربي، هوت ميل تقريبا. تمام، المهم يعني هيطلع مثلا ده بروف، ماشي، وده اسمه مين، يعني مثلا اسم الدكتور انت هتكتبه ايه، مثلا انا هكتب اسم دكتور والميدل نيم بتاعه اسمه ايه. تمام، و احمد مثلا او محمود او اي حاجه. المهم يعني ادي اسم الدكاتره بتوعك اللي انت الايميل بتاع الدكاتره ورقم تليفونهم وهم على ايه البي اتش دي مثلا. و سبحان الله انا رجعت تاني ليه، سبحان الله يا ربي. المهم انا بقى يعني انا دلوقتي رجعت غلط، لكن انا رجعت كاني لسه بكتب من الاول خالص اوريجينال، وكتبت نيكست. تمام،
بعد كده يبدأ هنا على الشمال اهو انتر مانوسكريبت تايتل، كتبت التايتل بتاعك اوكي تمام، وكتبت الرننج تايتل بتاعك ده يعني التايتل بتاعك بتاع البحث بالظبط، وتكتب نيكست تمام. وبعد كده تدخل على الاسر بتاعك، انت كده كده اسر تحت ادام انت داخل باسمك، فايه ادام انت داخل باسمك فانت اسمك كاسر مكتوب، يعني انت اسمك كاسر مكتوب. مين الدكاتره المشتركين معاك؟ الخطوه دي مهمه جدا يا شباب، يعني الخطوه دي اللي هي بتاعت ايه اللي هي الاسرز نفسهم همت، لازم تكتب مين اسر معاك. طب بتكتبه ازاي؟ بتكتب الايميل بتاع الدكاتره، خلينا نكتب هنا الايميل بتاع الدكاتره، وتكتب وتضغط على كلمه على التايتل دي، وشوف هو دكتور ولا بروف ولا ايه بالظبط، واسمه الاولاني واسمه الاخير واسمه مش عارف ايه. يعني احنا نحاول ان احنا نكتب كده ايميل ممكن لو الايميل غلط هو يكتبه. بتكتب بقى كل حاجة، يعني انت بتكتب كل حاجة، يعني كل حاجة بتقابلك، ارقام تليفونات الدكاترة، بتكتب كل شيء الكلام ده كله فاهمني. والمنصورة مثلا متغامرة ولا المنصورة ولا من انهي بلد. بعد كده تكتب مثلا فاكولتي اوف نيرسينج منصورة يونيفرسيتي، مثلا القسم اللي انت شغال فيه مثلا، نكتب اي حاجة فاكولتي اوف نيرسينج منصورة يونيفرسيتي تمام اوكي. طيب وبعد كده تبدا تعمل ايه؟ سيف اوسر. لازم النقطه دي مهمه يا جماعه، سيف اوسر، سيف اوسر دي لازم تضغط عليها عشان اسمه، يعني هو المفروض انت تضغط سيف اوسر تمام، وبعد كده اسمه هيجي تحت اسمك هنا بالظبط تحت الاوسر. تعالوا نشوف كده، نكتب كلمه سيف اوسر. بدا فعلا يعني بدا يكتب ايمان ياسر محمد مش عارف ايه ده اللي انا. طب خد بالك لو في بقى أسر كمان معاك برضو نفس الحكاية، هنبدأ تاني نعمل على الإيميل بتاع الدكتور التاني والتايتل بتاعه والفيرست نيم بتاعه والميدل نيم وكل الحاجات بتاعته، هو منين ورقم تليفونه وكل حاجة. وبعد كده في الآخر خالص تمام، يعني احنا هنكتب أي حاجة كده عشان خاطر بس ايه نشوف هيطلع معانا ال سبحان الله. يعني انا بس عايزه اوري حضراتكم اللي انت بتكتبه تمام، انت بتكتب كل حاجه عن الدكتور وبعد كده تكتب سيف اوسر تمام. المفروض ان انا لو كل الخانات بتاعتي، هو بيقول لك انت لازم في حاجات تبقى سيلكشن ليها تمام، فانا هكتب كانه ارقامي هنا منصوره مثلا منس، بعد كده انا مثلا اي حاجه، وبعد كده هكتب ايه سيف اوسر. المفروض عشان انا مش كاتب الايميل مظبوط فلازم الايميل يتكتب، مش عارفه بقى انا بكتب اي حاجه. تمام نكتب ممكن تمام. طيب نشوف كده نكتب سيف اوسر تمام. هو المفروض ان هو لو شايف طبعا ان انا كاتبه كل حاجه صح هيعمل لي كلمه سيف اوسر، بس عشان انا كاتبه سيلكت بوزيشن بروفيسور تمام ماشي، نعمل كده سيف اوسر تمام. طلع الايه الاسم الثالث بتاع الدكتور، يعني اسمك واسم الدكاتره المشرفين بتوعك تمام، وتعمل لهم ايه وبتعمل لهم. طيب بعد كده بعد ما تخلص هتلاقي كلمة نيكست وعامل نيكست، يبقى انت كده سجلت اسماء الايه المشرفين عليك، اسمك واسماء المشرفين عليك تمام كده. ونبدأ نشوف حاجة تانية طالعة لنا اوكي. طبعا هي الخطوات بتاخد وقت. انتر الابستراكت بتاعتك، انت بتاخد كوبي وبيست من الابستراكت كلها وتكتبها هنا تمام. يعني انا دلوقتي كتبت الايه كوبي وبيست من الابستراكت بتاعتك، تاخد كوبي وبيست من الابستراكت بتاعتك تكتب نيكست تمام.
المفروض ان انا بقعد املى كل حاجتي، والمفروض ان انا بكتب نيكست. تمام، بيقول لك ان انت الابستراكت، هو كده عامل لي مشكله، بيقول لي ان انت الابستراكت بتاعتك المفروض من 150 كلمه ل 250 كلمه، خدوا بالكم من 150 كلمه ل 250 كلمه، فهو مش قابل الابستراكت بتاعتي دلوقتي، فانا هقول له شكرا حسنا حاضر. تمام، المهم ان حضراتكم بتعرفوا ان انت حاطط هنا الابستراكت وبتعمل كلمه نيكست. اوكي، طيب كلمه نيكست اهي يا شباب، خلينا ان احنا نشوفها اهي كلمه نيكست، بتكتب الابستراكت بتاعتك، كل الابستراكت، تكتب الابستراكت كلها كلها كلها، وبعدين تقوم ضاغط على كلمه نيكست. تمام، فانا هعمل نيكست دلوقتي، هو مش عايز يسمع كلامي لان هي مش مكمله كذا كلمه. طيب بعد كده انتر الكي ايه، هو مش عايز يعدي الا ما اكتب الابستراكت. اوكي تمام، طب ندور على الابستراكت، يعني عامل حاجة اي حاجه يعني. تمام، هو طبعا بتدخل الابستراكت بتاعتك. تمام ماشي، طبعا انا كاني بكتب ابستراكت. طبعا انت ممكن تاخد ايه، تدخل كوبي وبيست. تمام، وتعمل اللي انت عايز تعمله كله. تمام، الابستراكت بتاعتك مش هتكتب اي حاجه باسمك، هو انت كوبي وبيست وايه بالماوس او بالتليفون او الكلام ده كله، بس عشان انا مش عايزه اقعد ادخل واوجع في دماغي، فبكتب اي حاجه دلوقتي بس عشان ايه امشي البروسيس معاكم ونفهم ايه المشكله. هتكتب نيكست كده برضو مش عايز يعني. طيب اوكي، انت شكلك كده راجل يعني مش عايز احكي لك يعني. نعمل قص. تمام، وهبدا ادخل على اي فايل من اللي عندي، اللهم صل على رسول الله، ادخل على اي فايل سبحان الله من اللي عندي في الكمبيوتر او في التليفون. انا اعمل ايه، اعمل سبحان الله اي كوبي منه يعني. الله المستعان. طبعا انت اي مستند بتبقى عندك ايه عارف هو فيها ايه، فانا دلوقتي هدخل على زي، تبقى عارف الملف بتاعك فين فتدخل عليه عشان تعمل منه ايه كوبي، تعمل منه رفع الملف نفسه والكلام ده كله. تمام تمام، ادي الابستراكت بتاعتي اهي. طيب تعالوا بقى ندخل كده وناخد ابستراكت اهي، وناخدها كوبي. تمام، ادي ايه نسخ، هروح للاستاذ اللي هناك واحطه الابستراكت واشوف هيعمل ايه. اه هضغط كده وبعد كنت طلعت. اه طيب، هو انا فين كلمه الابستراكت، انتر ابستراكت. تمام اهوت، هعمل بقى بيست للابستراكت وهكتب له نيكست. تمام، طيب هو دخل خلاص الابستراكت، قال لي انتر الكي ووردز. هتبدا تروح انت، بصوا هنبدا نروح ونجيب الكي ووردز. تمام، هنبدا نفتح الملف من اول وجديد ونجيب الكي ووردز بس. ويرجع عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، الله المستعان. مش عايز تفتح ليه، لا حول ولا قوة. نضيف الشاشة الرئيسية، خلينا نشوف اي ملف تاني. طيب كأن زي الملف، في حتى الملفات العادية مش عايزة تفتح سبحان الله. المهم اخيرا هتفتح. تمام، بصوا شباب، عندك هنا هي الكيورد بتاعتك،
هو عايز الكيورد خلاص، يبقى انا هديله الكيورد. ادي الكيورد اهي، تمام. انت ممكن تاخد كوبي برضو كده، تمام. ناخد كوبي، تمام، ونرجع نحطها في نفس الملف. اوكي طيب اهو نرجع تاني. اهم حاجة تبص تاخد بالك ان انت بتحط فين، بتحط في الملف اللي هو عايز او المكان اللي هو عايز الايه الباسورد بتاعتك. اهو سبحان الله، بدخل واطلع فبيطلع مني، انما انت لما يكون على الكمبيوتر بتاخد كوبي وبست وبتحط بسرعة. طيب اوكي، طيب خلينا نقف لغاية كده، تمام. هو انا المفروض هنا ان انا هعمل هدخل باليوزر نيم بتاعي والباسورد، تمام ولوجين، تمام. طب الحمد لله احنا رجعنا لنفس البيبر بتاعتنا، ايه الانتر الكيبورد، تمام. ده احنا ده التايتل اللي احنا كاتبينه من الاول. اوكي يعني لو مشينا من واحده واحده هنلاقي نفسنا ايه. ما المهم احنا دلوقتي عند الابستراكت خلاص حطيناها، الكيبورد اللي المفروض نحطها. اخد ايه، احط تاني لاسك، ماشي. ادي الكيبورد بتاعتي وادي كلمه نيكست. اوكي ندخل على ايه، قالك سيلكت ريليتد سبجكتس. بصوا بقى، شوف بصوا احنا بنضغط هنا على العلامه دي هيطلع لك انت من ايه انهي قسم، تمام. انتر وان اور مور سبجكت اف يو مثلا. سبحان الله، هنكتب برضو ايه اوبجيني او وومنز هيلز اي حاجه يعني، وومنز هيلز، تمام، اند وومن دليفري مثلا. اوكي واعمل بعد كده كلمه نيكست، تمام. هدخل بعد كده ايه اديشنال كومنتس، بليز انتر اني كومنتس يو وود لايك تو سند تو اديتور. شكرا ثانكس مثلا، انا مش عايزه احط اي حاجه خالص، شكرا، تمام. في حته بقى ايه تاني، سجستد ريفيور. مهمه جدا يا جماعه سجستد ريفيور دي، خدوا بالكم منها جدا، تمام. ريفيور انت بتقترح مين يبقى فيه، هو اللي يشوف البحث بتاعك او يحكم البحث بتاعك، تمام. سجستس ريفيور، وهتبدا تكتب مين، الايميل ادرس بتاع الدكتور اللي هي يعني مثلا الدكتور فلان الفلاني، تمام، ات الجيميل ومش عارف ايه، والتايتل بتاعه هو ايه، بس هو بروف، والفيرست نيم بتاعه هو استاذ مثلا زيد وعبيد، والاسم بتاعه وكل الكلام ده تبقى حافظه، رقم والديجري بتاعته ايه، يعني الديجري بتاعته ايه، والبوزيشن بتاعه ايه، تمام، والسبيشاليتي بتاعته ايه، كل الكلام ده، ورقم تليفون الراجل اللي انت عايزه او الدكتور اللي انت عايزه يشوف الرساله بتاعتك وهو منين، تمام. وتبدا تكتب افيليشن، فاكولتي اوف ميديسن مثلا، اي بقى هو الدكتور اللي عايزه يحكم ده هو من انهي كليه، فانا شغال في انهي كليه وشغال تبع جامعه ايه، وكل حاجه عن هذا ايه المحكم، وانت عايز ريزونز معينه تكتبها، مش عايز براحتك، ايه اسباب النجاح. بعد كده سيف ريفيورز، اوكي بعد كده سيف ريفيورز. هو مش عايز يعمل سيف ليه بقى، لان هو بيقول لك ايميل كوريكت ايه، احنا لو كتبنا ايميل مثلا 1234 ات جي، هو طبعا مش عارف ات جيميل مثلا او الات ياهو دوت كوم، تمام كده. وهكتب ايه، ولازم كلمه ايه سيف ريفيور. الافليشن هو انت بتقول لي انت من الفاكولتي اوف نيرسينج، ماشي، فاكولتي اوف نيرسينج منصور يونيفرسيتي، خلاص كتبته. طيب برضو تكتب ايه سيف ايه ريفيور، هو كده قبل خلاص الريفيور بتاعك خلاص. طب انت عايز ريفيورز تاني، تمام، انت عايز تعمل سجريت، هو خلاص دلوقتي بقى في واحد ايه محكم، انت اهو انت قلت ان عايز فلان الفلاني، اهو بيطلع لك الجدول اللي تحت ده، فلان الفلاني هو اللي يحكم لي ورقي وكل حاجه، تمام. اوكي هو انت عايز ريفيور كمان، ممكن تبدا تكتب الريفيورز التانيين اللي انت عايز تبقى. بس تبقى عارف الايميل بتاعهم، عارف الكلام ده، كلام مهم يا جماعه. اهم نقطه بقى الاتاش ايه فايلز، الاتاش فايل دي الفايل، طيب ايه، هنضغط كده هيطلع لنا مثلا هو تايتل بيج ولا، ايوه انا عايز التايتل. لو انت بقى حضرتك لازم تكون مجهز على الملف بتاعك او على الكمبيوتر بتاعك، لازم يكون ملف او ملف وورد فيه
التايتل بتاع الرسائل، العنوان بتاع البيبر دي رقم واحد، ولازم يكون عامل تحت العنوان ده هو يكون اسم الاوثرز كلهم، اسمك واسم المشرفين عليه وايه مواقعهم وايه الايميل اللي هو الكورسبوندنج اوثر بتاع كل حاجه لازم تكون كاتب. وتعمل ايه بقى؟ التاتش فايل، تعمل كلمه اختيار ملف. تمام، انت هتدخل لو على الكمبيوتر هيبقى انت حافظ الملف بتاعك فين. تمام كده، انا عايز من ملفاتي مثلا اي بقى ملف بالنسبه لي، تمام، انا حافظه في الحته الفلانيه. تمام، انا هحفظ ده وعمل وكتبت له تم، وتبدا تقول له ايه. طيب لازم اهم حاجه اللي انا كنت بغلط فيها اتاش فايل. لازم تعمل بعد ما تختار اللي انت عايز تختاره لازم تعمل اتاش فايل. عملت اتاش فايل اهوت، هيبدا يطلع لك اهوت، شفت هيبدا يطلع لك على الجدول اهو، ويبدا يطلع لك البيبر بتاعتك او الحاجه اللي انت مسميها على ملفك ايه. تمام، تايتل بيج مسميها ايه، وانا مسميها مثلا باسم كذا، والحجم بتاعها كذا، والابلود ديت كذا، هو اترفعت امتى، ولو انت عايز تعمل لها داونلود، ولو انت عايز تشيلها اهي. فاهمني؟ المهم يعني، طب انا كلمت عملت كلمه سيف. تمام، نفس جماعه الصفحه دي ما تنسوهاش، اللي احنا واقفين في الشمال عند مين؟ التاش فايل. النقطه دي مهمه جدا، التاش فايل دي يا جماعه يبقى اول ملف هترفعه لازم التايتل وعليه اسماء الدكاتره بتوعك، اسماء التاش. تمام كده، طيب وبعد كده برضو على نفس الصفحه التاش فايل، وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل اهو، الاول كان تايتل، لا دانيا سكريبت البحث الاصلي اهوت، بس ممنوع نكتب على البحث اللي انت هترفعه حالا، ممنوع تكتب ايه؟ ممنوع تكتب سبحان الله، ممنوع تكتب فيه المشرفين خالص، ولا اسمك ولا اسم المشرفين، هو بس عنوان البيبر بتاعتك وكل شغلك فيها بس، ومن اول الابستراكت لاخرها، ولكن ممنوع نكتب ايه؟ ممنوع نكتب فيها اسماء المشرفين، لان هو المفروض ان انت البيبر دي بتتاخد دي ايه، تعمل لها ريفيور جوه في الايه، في الكليه مثلا، ولو اتعمل لها ريفيور المفروض ان اسمك ما يتكتبش عليها، بحيث ان انت ما يبقاش فيه محاباه او ما يبقاش فيه كره في الحكم على البيبر دي. فبيبقى عنوان البيبر وبيبقى موجود فيها بس العنوان تحت العنوان دي ايه، كذا 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 كذا، كل المعلومات وكل البروسيس بتاعتك بتاعت البيبر عاديه جدا. تمام كده، انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل اختيار ملف او اتشمنت الفايل، هيبدا يفتح لي الكمبيوتر بتاعي، تبدا تشوف هي انت حاططها في انهي حته، وتبدا ايه مثلا في اي مكان، يعني شوف انت حاطط البحث بتاعك في انهي مكان، وتبدا تعمل اتاشمنت له، لازم تضغط على كلمه اتاتش فايل، بس خد بالك اوعى تغلط الغلطه بتاعتي، لازم بعد ما تعمل اتاتش فايل لازم تتاكد ان الملف بتاعك، الملف بتاعك اللي انت هترفعه دلوقتي بتاعت البيبر بتاعتك ما يكونش عليها اسماء الدكاتره. تمام، انا اخترت اللي انا هختاره اهو، وهعمل ايه؟ لازم كلمه اتاتش فايل. انا دلوقتي ايه، يبقى انت عندك دلوقتي فايلين اتنين، فايل باسم الدكاتره واسم عنوان البيبر، ومش عليه اي حاجه تانية غير كده، والفايل التاني الملف الاساسي بتاعك بتاع البيبر بتاعتك. خلاص، طيب خلاص، بعد كده عملت ايه؟ لازم اعمل كلمه سيف. انت كده سيفت، بقت هي موجوده دلوقتي كل الملفات عندك، الملف الاصلي، الملف اللي هو البيزك بتاعك اللي انت عايز الدكاتره تشوفه، والتايتل بيج. اوكي، وبعد كده نعمل نيكست. طيب شوفي احنا وصلنا لغايه فين دلوقتي، وصلنا خلاص ندخل على اللي بعدها اللي هي نيكست الكفر ايه، تشيك ليست كفر. هنا بقى بيقول لك ايه كفر تشيك ليست، انتر كفر ليتر، انت بتكتب ليتر للدكتور، يعني مثلا نكتب دير دير مثلا بتاع ده، ممكن بقى انت بتراسل كده دلوقتي المجلة سبحان الله، دير اديتور، تمام، اللي هو اديتور تمام، مثلا انا او بليز اي حاجة، اي حاجة ممكن انت تكتب اي حاجة، مثلا انا كتبت كده I would like مثلا to publish my paper in your journal. My research or my paper أو أي حاجة، manuscript
in your ايه in your journal. تمام. بعد كده بكتب thanks عادي يعني. خلاص اوكي. وديت اللي هي ايه سبحان الله، وتعمل كلمة next. تمام. طيب ده بقى سبحان الله. بصوا يا شباب، انا دلوقتي المانيسكريبت بتاعتي رقمها هيبقى كذا، العنوان بتاعها كذا، كل انا بقى طبعا سميت اي حاجة يعني. تمام. اللي هو المفروض ان هو المين سبجكت بتاعتك مين. تمام. طبعا الاسم بتاعك اللي انت هتشوفه، الابستراكت بتاعتك، suggested reviewers الدكاترة اللي انت قايل ان هم يشوفهم، والكلام ده كله، اسماء الدكاترة والمشرفين والكلام ده كله كده. خلاص خلصت كده، يبقى انت حضرتك خلصت كل حاجة. فاضل بقى حاجة نعمل ايه، submit للايه manuscript. تمام. are you sure to، مهم جدا هيجي لك الرسالة دي، انت فعلا متأكد ان انت عايز تعمل submit للmanuscript؟ هقول له حسنا وايه، وهضغط اوكي. تمام كده. لو انا عايز اعمل الغاء هعمل الغاء. طبعا حضرتك هتعمل اوكي. انا المفروض ان انا ما اعملش دلوقتي، عشان انا لو عملت ده كله هيروح للمجلة ويحصل ايه مشاكل. يبقى انت دلوقتي عرفت ازاي ترفع وتعمل كده كلمة دي. اخر خطوة ان انت تعمل ايه، ارسال السبميت مانيوسكريبت. ويبقى كده بفضل الله تعالى قدرت تنشر على مجلة كلية التمريض جامعة المنصورة البيبر بتاعتك بكل البروسيس بتاعتها، مفيش فيها اي مشاكل، هتقابلك بامر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى تكونوا استفدتم، وما تقعوش في الاخطاء ولا تزعلوا زي ما انا كنت لاقي صعوبة في ازاي اعمل وادخل والايميل ادرس ومش عارف ايه والدنيا دي كلها. خدوا بالكم ان اي خطوة من الخطوات دي لو ما عملناهاش بيحصل مشكلة بالنسبة لنا. تمام. واهم حاجه في الحاجه المهمه ان ملف، تجهز ملفين اتنين على الكيبورد بتاعتك، سوري على الشاشه بتاعتك، ان انت مجهز الملف اللي انت عايز ترفعه اللي هي البيبر بدون اسماء دكاتره، بس العنوان بتاعها من اول الابستراكت لغايه الريفرنس كله موجود. والملف التاني الورد التاني بيكون فيه عنوان البيبر بتاعتك واسماء الدكاتره، ومش مكتوب اي حاجه تانية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق للجميع يا رب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.